هذا هو ظبي الشموع. هذه الظباء رشيقة الحركة، وهي تجيد التوازن على المنحدرات الصخرية الحادة. أما إناث الشموع فهي حذرة دائما وتراقب طيور العقاب التي قد تنقض على صغارها. ميز الله تعالى ظبي الشموع بطريقة قفز مذهلة، حيث يهبط على قوائمه المضادة للصدمات. أما الصغار فتتدرب على القفز بواسطة وثبها على ظهور أمهاتها، لكن الشموع ليس حيوان أوروبا السري.